السلام عليكم سيدي، كنرحبوا بكم وكنرحبوا برجال الاعلام وكنرحبوا بهاد الناس الحاضرين على هاد الوقفه اللي واقفين معنا هادي جوج مرات. دابا كنشكركم، وماشي حنايا كتجار كمدينه حنيطره، كلهم كيشكركم وكايدوكم على حساب هاد الوقفه اللي واقفين معنا، لان حنا ضد واحد المجموعه ماشي اصلاحيه، مفسده من بزاف الحوايج. التجاره بقنيطره ولا التاجر ولا لا يساوي شيء. القيمه ديال التاجر هبطات بنيت قنيطره، لان لقديتو الشوارع كلها بفراشات كل هذه. واش كان انا ما بغيتش تفهم ليا بان كيجي كيقول لك القايد المخزن. والمخزن عطيه انت الابن، عطيه انت الكاميو، عطيه كما كانوا الناس بكري كيعطيو كاميو كيخرجوا كيدوروا ويلقاو فرج كيديو. هنا ولات من سلا كيجيو يبيعوا يشريوا هنايا، حنا ولينا عا كنتفرجوا من عروبيه من سلا من هادي. المحيط بقنيطره، المحيط بقنيطره ولا عامر تجاره الخضره، الزناقي ولاو كيعمروا. واش حكين من حانوت حتى حانوت ما خدام، والسبب ديالو شنو هو؟ السبب ديالو مجلس بلدي، لانه ما دايرش التسيير، ما دايرش الواجبات اللي عليه. كانوا بكري كيجي بنادم كيتخلصوا منه، ما فينا ندخل البلديه، والو مقلاهم ما يدخلوا، اكثر من هادشي كامل. وسوق النموذجيه اللي تفرقت، التسوق ما خدام. ملي كتقلبوا كتلقى عاطي لهذا، ما عمرين جوج الناس اللي قدامهم 100، علاش؟ لان ما عطوش الحريف يعطوا على المتطفلين على المينا. كيران عبد الحق رئيس مجلس بلدي سابق، لانه هو اللي شد في هذا البلان هذا، تو ولينا طايحين فيه. قال لك غندوز البقعه ديالي وغندوز لكم حتى انتم بقع حوانتكم ملك. هو قطع بقعته داها ودار لها تيتر، حنا المارشي بقى هكاك كنخلصوا عليه الكرا. قال لك غتخلصوا الكرا مده البيع مده 10 سنين ولا 15 عام وغنملككم. غيدير لها بونتكم مزنا ما عندها لا كرا لا والو. وهذا هو سبب المارشي، قتل 200 حانوت باش يعيش وحده، باش يدير جوج طبقات. تيقول لك شاري اباطي، ها هي مكتوبة، كيقول لك شاري اباطي. شكون ثاني معاه؟ عبد الحق بن كيران ومرتو قرامة زينة. يقول انا بقيت نخرج وصحابي ما خلوني، تا خرج قدامك كاين عبد تلقاري ولا؟ راه شنو درتي لهاد المدينة؟ شنو درتي؟ كتمشي علينا وتقدم. شنو قدمتي لهاد المدينة؟ قدمتو الشفرة ديتو من عندنا البلدية، وأكثر من هادشي كامل. وتعالوا تشوفوا، وتعالوا تشوفوا عباد الله، وتعالوا تشوفوا تعالوا. علاش خايف؟ علاش هو أصلا غيتحل؟ علاش هو اصلا غيتحل؟ هو كيقري، إذا شنو عايش يدير هذاك في الجوطية؟ إذا حانوتو غيبقى مسدود، ها؟ عنده جوج حوانت، إذا حانوتو مسدود. وعاء عقاري. ها؟ ولكن صافي هو دابا دائما وعاء عقاري عاطي، باش كيستافد هو؟ وأنتوما شوفوا، واش أنتوما القنيطريين عمركم سمعتوا شي جمعيات؟ كنا كنسمعوا جمعية رياضية، جمعية ثقافية، هادشي كنا كنسمع، ولاو جمعية ديال التجار كلهم تابعين ليه، المستشارين ديالو، حنا ديالنا راه مستشار ديالو تابع ليه. ملي تيجي تيقول لك وكتهضر معاه صافي، ملي كيتغلب وكتحاسرو، وانا راه العبد انا العبد المغلوب ولا المامور، انا العبد المامور، وراه الارض مول الارض هو اللي تيقول. خرج شي بلان ما شافوهش التجار، ها هو اول حاجه، ومقسومه الارض، وهاد الدوله فينا هي؟ ماشي على الحسابات، السؤال ديالها فينا هي؟ ماشي على الحسابات. حنا توجهنا ثلاثه شكايات لمجلس الاعلى للحسابات، فينا هو الدراسه ديالها؟ الناس جاو غيستثمروا، الناس غيستثمروا. قلت ليه علاش ما داروش واحد الاعلان؟ حنا كنا حتى هنا كيجيو عندنا الناس مزيانين، نتوما عارفين الجوطيه شكون كيجي ليها، راه الناس المثقفين اللي عندهم واحد الوعي هو اللي تيجيو للجوطيه. الشركه كتصايد للتروطوارات، وتاسست الشركه، دازت المشروع وتخلصت الرخصه، تخلصت الرخصه والتشروع، عاد اسس الشركه. وهذا كان عاد اسس الشركه، جاي من الخميسات ولا ما عرفت فين هو، جات الشركه. هاد التشروع هذا انا هضرت معاه، قلت ليه دابا غير نسولك غير واحد السؤال، حيت انا حنا عندنا عقليه ديال التجار، شنو استفدتي منين نتايا 7 سنين وانت كتبني في واحد المأتم؟ المأتم هذاك راه مصيبة، هذيك كنازة، هذيك كنازة شادة نتايا 7 سنين شادة، شنو ربحتي؟ الناس من موراك انا كنشوفهم كانوا البارحة دي دونتيست وكانوا ما نعرف شنو اخر، راه دابا ولاو شادين الاراضي كلهم، الناس كانوا معنا في الجوطية ولاو عندهم ثاني تبارك الله، راه ما عرفت فين واصلين في الاستثمار ديالهم، انت شنو استفدتي؟ قال لي انا راه تشوفي هذيك الارض اللي خديتو شحال خلصت عليها وشحال درت عليها وشحال فعلت عليها، وراه جلسوا معايا وراه داروا معايا وراه فعلوا معايا، وما باقي لحد الان تيكذبوا عليا. التقسيم مازال ما عطاوهش ليا. علاش قلت ليه تقسم اخويا ديال الارض؟ على الارض تعطات لينا كامله. قال لي اه، وهاد الارض تعطات لمن؟ تعطات للجمعيه. اذا الجمعيه عنده في القانون الاساسي اي رئيس الجمعيه هو اللي كيخرج ما كينفذ القرار ديال الجمع العام. فين هو الاسماء ديالنا؟
اسماء ديال المستفيدين. تخيلوا في القانون في دفتر التحمله شنو دايرين في المستفيدين. ان المشروع غيتبنى اول حاجه، غيتبنى المشروع وغيتسالى، ولا غيستافد غيتستافد، وعاد غنشوفوا اللائحه، عاد غيدير اللائحه اللي غيجمعوا عليها التجار، وعاد دار اللائحه ديال المستفيدين. اذا الارض دازت ما كاينش اللائحه ديال المستفيدين. مشينا درنا عن طريق المحكمه الاداريه للباشا والعميل، فين هما خويا المستفيدين؟ دوزوا الارض وافقتوا عليها نتوما، نتوما السلطه المحليه وافقتوا على هاد الارض دوز لهاد الناس، شكون هما؟ جمعيه عطيتوها ارض 7 مليار ولا 6 مليار عطيتوها ارض، اش غادير بيها؟ اللي انا كنقابلت انايا كنوجه كنقول انه حنا ما بغينا حتى حاجه، بغينا غير الحقيقه، بغينا المسؤول يتخلص قبل درويش، مسؤول يتخلص قبل درويش، لانه هذه سرقه هي تفضحات، ولكن كاين سرقات وحدين اخرين باقي ما مفضوحينش. خاص المسؤول هنا على هذه الارض يتفضح. سيدي محمد رئيس جمعيه التجار الخضر والفواكه بقنيطره، ورئيس جمعيه سوق الحريه للتجار والخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء والسمك. حنا اسمح لي هذه المره الثانيه، كنجمعوا فيها لان الرسائل ما تلوش قبلهم من عندنا، فين ما نصيفطوا لي شي رساله كيكلاسيها ما كيجاوبناش، وكان اداره ميته، كان اداره ميته. واخبارك انت واحد القضيه اخرى، انتم كتجيو في رمضان كيدير لهم الحريرات، اللي ما شربش الحريره وشربات عنده ما يكونش مدير، هو راه كلشي الموظف يردهم مديرين، مدير بلا مدير، ونيتر ما فيها حتى مدير. المدير ديال الجماعه المحليه ما كاينش، كاين عا موظف مدير للبريمات، ما كاين عا 200 فرنك 300 فرنك بري في الشهر. لان خاصو يسيروا هو كرئيس يسيروا، هذا راه تغاب مدينه قنيطره، تغاب بزاف. لان الموظفين ما بقاو مساوين والو عندهم، كلشي ردهم بحال العبيد. وانت كتجي انا ندير خذوا مثال النقابه، راه ما صوتوش عليهم، راه ما عرفتي علاش وسرقونا وكاع الاملاك ديال الجا بلاتي. وانت شيفور ديال البلديه شاري فيلا من عند البلديه 150 الف فرنك المترو، وما كايناش شي فيلا 150 الف فرنك المترو، راه كانت ملحقه تبع البلديه حدا البيرو الزورمان، وراه بزاف تيقول لك بعتها 4000 مترو. يا الشريف ترى القا سايبه ما كاينش اللي حاسبه. ونتمنوا لكم التوفيق، ونتمنوا من سيدنا يرد منه البال، راه ما يصلحش يكون تا بواب ديال الوزير ما يكونش، وعذر كادر فمو جي يوريه لينا ديك النهار، يقول لك تساروا 18 مليون، ودعيني وخذ فلوسك، دعيني خليني نمشي للمحكمه.